تعالوا نشوفوا الجرافيك اللي محضرونه فريق الاعداد، نتائج الاسبوع ال 16 لغايه مباراه النهارده. هتقولي على شمالي يا سمير. يلا مصر المقصه، دي نتائج الاسبوع ال 16. مصر المقصه وانبي كان لقاء مثير جدا، انتهى بفوز مصر المقصه 4-3 مقابل 3 لانبي. الاتحاد السكندري وطلائع الجيش 1-1، الانتاج والمصري 0-0. يلا حرس الحدود ودجله 4-1 لحرس الحدود، كانت مفاجاه من العيار الصغير. كنا كلنا بنشكك او بنشكر في تكيس امبارح، انا خايف بقى ناس تطلع تقول لك المدرب وحش، لكن المدرب كويس جدا 4-1. هنتكلم برضه على تكيس بعد ما اقول لكم الاحصائيات. بتروجيت وسموحه واول فوز لبتروجيت اللي الاهلي هيلعبها الماتش اللي جاي مع مؤمن سليمان على سموحه مع طارق يحيى. سبحان الله، طارق يحيى كان مدرب بتروجيت وكان مؤمن مدرب سموحه. ماشي، الزمالك والجونه، قلت لكم المباراه انتهت بفوز ثقيل على نادي الجونه واستقاله لهشام زكريا المدرب المجتهد. الاسماعيلي ماتش اجل لارتباطات الاسماعيلي الافريقيه، والاهلي والمقاولين ان شاء الله بعد قليل في الساعه 7 مساء. مباراة الأسبوع 16 أيضا بكرة إن شاء الله، النجوم مع بيراميدز 7 مساء بإذن الله. جدول الترتيب قدام حضراتكم، الزمالك في المقدمة برصيد 32 نقطة، مصر المقصة المركز الثاني 26 نقطة، بيراميدز 23 نقطة، الإنتاج الحربي 23 نقطة، سموحة 20 نقطة، الاتحاد السكندري 19، السابع 19، الثامن حرس الحدود سبحان الله 18، المقاولون العرب لازم برضه نحيي كابتن طارق العاشر المقاولون العرب مع عماد النحاس 17 نقطة في المركز التاسع. في المركز العاشر الداخلية برصيد 16 نقطة، 11 النجوم 16 نقطة، دجلة 16 نقطة، والجونة في المركز 13 16 نقطة، 14 بتروجيت 15 نقطة، إنبي في المركز 15 14 نقطة. بتروجيت وإنبي علامات استفهام كبيرة جدا لازم يرجعوا بسرعة، والمصري أيضا والإسماعيلي أيضا. المصري في المركز السادس 13 نقطة، ال 17 13 نقطة، والأهلي في المركز 18 11 نقطة، لكن الأهلي لعب 6 مباريات وباقي له 10 مباريات. الهدافين لغايه دلوقتي محمود علاء نجم الزمالك وهدافه مساك الزمالك، واللي برضه عليه علامات استفهام مش في منتخب مصر، 8 اهداف. شمال سبيكلي بتروجيت 7 اهداف، شمال سبيكلي كان ممكن يجيب 90 هدف، لكن شمال سبيكلي لعيب كويس قوي، ان شاء الله يرجع يهدف ويبقى هداف الدوري 7 اهداف. حسام سلامه الداخليه 7 اهداف، جون انتوي المقصه 6 اهداف، محمد رجب الانتاج الحربي اللي افتقده الانتاج الحربي المباراه اللي فاتت 6 اهداف. كهربا في الزمالك 6 اهداف، اوباما الزمالك 6 اهداف، ما شاء الله الزمالك عندهم هدافين كتير جدا. احمد علي من المقاولون العرب 6 اهداف، ابراهيم نضاي وادي دجله 6 اهداف، وماركوس دي سيلفا كينو نجم الدوري الممتاز بيراميد 6 اهداف. الاهلي والمقاولون العرب، دي احصائيات عن هذه المباراه الساعه 7 ان شاء الله بعد ساعه ونص من دلوقتي. ده مشوار الاهلي طبعا، انتوا عارفين الاهلي لعب 4 مباريات، الاهلي والاسماعيلي 1-1. جهاد جريشه اللي هيحكم ماتش الاهلي النهارده والغى هدف كان محل شك كبير لما كلوبالي طلع حط الكوره لوليد ازارو وازارو حطها جون، لكن جهاد جريشه الغى هذا الهدف بداعي انه فاول. هنشوفه وهحضره جهزه لحضراتكم، هنشوفه مع سمير عكاشي دلوقتي. والمصري والاهلي، الاهلي انتهى المباراه بهدفين مقابل لا شيء، الاهلي ودجله 1-1. مباراة الأهلي الحرس الحدود كانت 2-0، والأهلي والإنتاج 0-0، آسف 6 مباريات، والأهلي والاتحاد السكندري انتهى بفوز الاتحاد السكندري 4-3. ده مشوار المقاولين، المقاولين العرب مع الاتحاد السكندري 1-1، ومع مصر المقصة خسارة 2-1، ومع النجوم خسارة 2-0 ومكسب 2-0 آسف، والمقاولون العرب وإنبي خسارة من إنبي 2-1، وطلائع الجيش خسارة المقاولين 3-1، كان مع كابتن علاء نبيل. مقاولون العرب وسموحة 2-1 مقاولين، مقاولون العرب وبيراميدز خسارة جديدة من بيراميدز 1-0، والزمالك والمقاولون 2-1 للزمالك، مقاولون العرب ودجلة
خسار المقاولون 1-0، حرس الحدود مع المقاولون العرب 0-0. يلا المقاولين والإنتاج 2-0، الداخلية والمقاولين 2-0، المقاولين والجونة 4-2. ده مع عماد النحاس عامل نتائج ولا أروع. بتروجيت والأهلي المقاولون في دي بعد المقاولون إن شاء الله يوم السبت، بتروجيت والأهلي قلت لكم نتائج مباريات مضغوطة، وبتروجيت طبعا فريق كمان يعني فايق، ربنا يسهل إن شاء الله. ودي برضو بتروجيت مع المقاولون العرب المباراة القادمة إن شاء الله. دي كانت إحصائيات قدام حضراتكم للمقاولين والأهلي. تاريخ المجوهات معنا، تعال يلا تاريخ مواجهات الأهلي والمقاولين نشوفها قدام حضراتكم. يلا يلا، لعبنا 70 مباراة، فوز للنادي الأهلي 49 مباراة، تعادل 15 مباراة، وهزيمة في 6 مباريات، والأهداف الأهلي 122 وعليه 39 هدف. أول وآخر مباراة بين الأهلي والمقاولين العرب، أول فوز، أول مباراة بين الفريقين وأول فوز للأهلي 29 أكتوبر، ده كانت نتيجة تعادل. 1 فبراير 79 كان 2-0، أول فوز للمقاولين 12 نوفمبر 82 كان 2-0 أيضا، آخر فوز للأهلي كان 12 فبراير 2018 كان 5-2، وآخر فوز للمقاولين كان 27 أبريل 2015 كان 1-0. أحرز أول هذه الأهداف اللاعب الدولي لاعب الأهلي والزمالك كابتن جمال عبد الحميد، وأحرز آخر الأهداف وليد أزارو. أحرز أول أهداف المقاولين العرب الكابتن نبيل إبراهيم، وأحرز آخر هدف أحمد علي. جميل قوي. أكبر فوز للأهلي على المقاولين كان 6-2 مرة واحدة، وكان 5-1 ثلاث مرات، وكان 5-2 مرة واحدة، وكان 4-1 مرتين. أكبر فوز للمقاولين كان 2-0 على الأهلي كان مرتين. دول هدفوا الأهلي والمقاولون في مبارياتهما. أحمد بلال 7 أهداف، هيكون معانا بعد قليل أحمد جوال. حسام حسن 6 أهداف، والنجم وعشوق قلوب الأهلاوية محمد أبو تريكة 6 أهداف، علاء إبراهيم 4 أهداف، عبد الله السعيد 4 أهداف، 10 لاعبين لكل لاعب منهم 3 أهداف. المقاولون العرب حسن السيد 3 أهداف و8 لاعبين.